يمكن لو انتم مركزين معانا في الفقرات اللي فاتت كنت بقول الزمالك وبترو اتلتيكو الفرق الانجوليه، فاسامه سالني انت ليه مركز مع انجولا؟ قلت له عشان كابتن جمال عبد الحميد هيستدعي انجولا وهيستدعي دوري ابطال افريقيا. كابتن جمال عبد الحميد اللي ليه بعض الاراء بنشوفها دايما احيانا بيكون فيها وجهه نظر واحيانا اخرى بتكون على سبيل الترند او المراهنات اللي غالبا ما الاهلي تفوق فيها وده عاده النادي الاهلي، ولكن لما نيجي نتكلم ونعقد مقارنات فيها كتير من التفاصيل محتاجين نسمع اللي اتقال ونرد على التفاصيل عشان اللي بيتفرج على الكلام اللي اتقال ده ما يتوهش وسط التفاصيل. نشوف الفيديو. الاهلي هيلعب المريخ. والله هو البطوله صعبه جدا للنادي الاهلي لسبب واحد ان معظم ماتشاته على ارضه او اللي لعب المريخ مرتين على ارضه، فلو حصل حاجه الناس كلها تزعل جدا ان اتحط تحت ضغط لازم يكسب الماتشات اللي على ارضه. كسب المريخ 3-2 بالعافيه انا ما اتفرجش على الماتش اللي كنت في انجولا. ايوه بس كسب او ما انا بقول لك والنهارده المريخ فتحت ضغط ان انا الماتشات جايه ارضي انا، فببقى بالنسبه لي الضغط لو ما حصلش نصيب وكسب هتبقى صعبه جدا. فيمكن دي برضو مسهله له الموضوع ومصعبه له الموضوع. ان انا على ارضي معايا جمهوري معايا بلعب على السد السلام على طول، فممكن اكسب سهل جدا جدا، بس لو حصل نتيجه غير كده هتبقى صعبه جدا للنادي الاهلي. علشان تتوقع صعود مين؟ يقول لك مفيش قرعه اسهل من كده. ايوه مفيش قرعه اسهل من كده، واتغلبت او طلعت تبقى صعبه جدا. ايه القرعه الاسهل من كده؟ يعني ايه؟ ان انت تلعب ماتشين على ارضك مع فرقه المريخ انت كسبانها وكمان مش مستعده كويس عشان عندها مظاهرات في بلدها او أيه. او نقلت ماتشها مصر، فدي برضو سهله جدا، دي سهله القرعه سهله. انت الزمالك بيلعب بترو اتلتيكو بره وبيلعب بيضاد بره وسجرادة بره، يعني ما لعبت ماتشين بس على ارضك والباقي كله بره، فبالتالي صعبه جدا ان انت لو حصل ما فيش نتيجه كويسه هتبقى ضربه وحشه جدا، انما لو كسبت عادي المفروض تكسب زي ضربه الجزاء. اللعيب لو جابها دي ضربه جزاء لازم تجيبها، انما لو جول صدها بيبقى اعلى واحد في الدنيا. ليه؟ صعبه على الجول. يعني سهل. انت شايف ان القرعه هي السبب في خروج نادي الزمالك؟ لا 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 بس كان المشوار صعب شويه على الحاله اللي كان طالع فيها اللعيبه من صح. بعد الكاس الرابطه، فكان الموضوع صعب جدا على اللعيبه، انما النادي الاهلي القرعه خدمته. دايما هتلاقي النادي الاهلي كده الناس بتحط له قواعد وتوازنات وحسابات مختلفه تماما. الدوري اقوى من افريقيا، افريقيا اقوى من الدوري. شوف النادي الاهلي يبدو ان عنده بعض النتائج السلبيه او عنده نقطه فين، يبقى روح على طول لفكره ان دي الحاجه الاصعب ودي الحاجه اللي فيها مشكله. كابتن جمال عبد الحميد ببساطه جدا بيعقد مقارنه ما بين مجموعه نادي الزمالك ومجموعه النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي في مجموعته اللي هو شايف ان هي اسهل لمجرد ان انت عندك المريخ هتلعبه ماتشين هنا، ده السبب اللي بنى عليه كل فكرته ان هو مش الطبيعي ان النادي الاهلي يخرج في الظروف دي بينما مجموعه الزمالك صعبه. النادي الاهلي اللي بيلعب فريقين هما مصنفين، تواجدهم في دوري ابطال افريقيا موجود على مدار السنين، وهما بترو اتلتيكو الانجولي قصدي وانا اسف، وهو بتتكلم في المريخ وبتتكلم في الهلال، وفرق دايما مواجهاتها لها صعوبتها. طيب انت شفت انك بتلاعب بالمريخ على ارضه الماتشين فدي الافضليه اللي في المجموعه، طب ما شفتش ان النادي الاهلي اللي مرهق اللي لعب ثلاث مباريات زياده في كاس العالم للانديه وقبلها سوبر افريقي مع الترجي، ما شفتش ان النادي الاهلي في المجموعه دي وصل بيه الحال انه يلعب المريخ هنا بعدها ب 48 ساعه بيلعب بيراميدز، بعدها بيطلع من مباراه بيراميدز على المطار عشان يسافر سان داونز في ابعد رحله موجوده ما بين شمال افريقيا وما بين جنوب افريقيا؟ هل انت ما شفتش ده؟ هل ما شفتش وانا هنا والله مش عارف اوجه الكلام لكابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس اداره نادي الزمالك ولا كابتن جمال عبد الحميد الراجل اللي طالع ضيف؟ لان اعتقد انت مفترض يكون عندك مشكله اكبر في انك بتخرج لتاني مره من دور المجموعات على التوالي، بتقابل سجرادة فريق ملوش اي تاريخ في دوري ابطال افريقيا، مش من الطبيعي ان الزمالك يحقق قدامه النتائج السلبيه دي، وبتيجي بتودع البطوله زي ما قلنا النسخه ال20 اللي ما بتحققش فيها اللقب.
اعتقد كان اولى ان انت تشوف الفرق فين. ولكن لو انت كنت حريص على النادي الاهلي ومهموم بالنادي الاهلي فبنبشرك، النادي الاهلي حقق المطلوب منه ان شاء الله، حظوظه كويسه جدا في مباراه الهلال، واعتقد محتاج تشيل هم فرق تانية خالص، لان النادي الاهلي باذن الله في امان وباذن الله حقق ال 11. لا هو كده مش حريص خالص على النادي الاهلي، ده هو بيقول لك النادي الاهلي في مواجهه سهله في أمم افريقيا. لكن خليني يعني اوضح نقطه مهمه جدا، يعني خلاص فكره التصنيف وفكره ضغوط المباريات وقدر النادي الاهلي ان هو بيكمل البطوله لنهايتها، فبالتالي بيدخل في بطولات اخرى، فده بيعمله ضغوط كبيره جدا. لكن في نقطه مهمه جدا، يعني انت شايف يا كابتن جمال ان لو انت لعبت مباراتين على ارضك كده المفترض يكون افضل؟ انا مش عايز افاجئك، بس انت اكيد عارف ان الاهلي تعرض للنقطه دي قبل كده وبرضه قدر ان هو يصعد، لكن لما الزمالك تعرض لنفس النقطه ما قدرش ان هو يصعد. ايه ده؟ هو الزمالك تعرض قبل كده لنفس الفكره اللي تعرض ليها النادي الاهلي انه يلعب مباريات مع منافس في القاهره دون السفر، والاهلي نفس الكلام اتكررت قبل كده؟ اقول لك لان الفريقين كانوا في مجموعه واحده ثلاث نسخ من دوري ابطال افريقيا. نستعرض نشوف الاهلي حقق ايه والزمالك حقق ايه. دي 2008 النادي الاهلي تصدر ترتيب المجموعه 12 نقطه وكان معانا دينامز واسك ميموزا، ومع ذلك نادي الزمالك كان في مؤخره الجدول الدوري جدول المجموعه برغم ان هو لاعب في القاهره مباراتين مع النادي الاهلي. استعرض الصوره اللي بعدها 2012 النادي الاهلي 11 نقطه، مازيمبي 10 نقاط، نادي الزمالك طبعا تشيلسي 9 نقاط، فريق جه كده واختفى فجأة، نادي الزمالك نقطتين. الصورة الثالثة 2013 والمرة الثالثة نادي الزمالك بيقدر المرة دي ينجح ان هو ما يكونش فيه مؤخرة الجدول ترتيب المجموعة، ولكن أيضا الأهلي وأورلاندو هم اللي بيصعدوا من المجموعة. ده معناه إيه؟ معناه إن مش فكرة إن أنت تكون متواجد وبتلعب مباريات داخل القاره ده معناه بيديك افضليه لفكره الصعود، لا انت لازم تتعب وتجتهد. واعتقد يا كابتن جمال انت شايف قد ايه الناس مضغوطه في النادي الاهلي ومن سفريه لسفريه، وهذا قدر النادي الاهلي واحنا قابلين بقدر الابطال، لان القدر ده قدر الابطال. طبعا دي كانت اخر فقره في حلقتنا النهارده، نتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ولكن نقطه مهمه جدا جدا في الاونه الاخيره ومقولة دائما وأبدا ناس عارفاها، إن في أموات ولكن أحياء بذكراهم، وفي أحياء أموات بفكرهم. نشوفكم على خير، والأهلي دائما منتصرا، الأهلي فوق الجميع.